الآن لمزيد من التفاصيل عن سوق الكويت معي السيد ناصر النفيسي، وهو المدير العام لمركز الجمال للاستشارات الاقتصادية، وهو معي عبر الهاتف من الكويت. سيد ناصر، مساء الخير وشكرا لك على هذه المشاركة. أهلا وسهلا. يعني اللون الأحمر ما زال طاغيا في السوق اليوم تحت مستوى 10,000 نقطة أغلقنا، هل هذا بسبب اللغط حول الانتخابات النيابية أم أثر تكهنات سلبية عن الربع الثاني؟ طبعا هو يعني خليط ما بين الأمرين، لكن تطورات سياسية نعتقد أنها تؤثر بشكل متصاعد خلال الأيام الأخيرة على مجريات التداول في سوق الكويت الأوراق المالية، حيث يعني يعتقد البعض أن نتائج الانتخابات ستؤدي إلى يعني موقف متشدد من النواب مقابل ما يدعونه من فساد في كذا اتجاه في الدولة، فيعني بوادر الصدام متوقعة، وهذا اللي يمكن أثر سلبا على السوق. كذلك توقعات الربع الثاني أو النصف الأول ستكون لا شك سلبية بالمقارنة مع النصف الأول العام الماضي. نتوقع يعني انخفاض في الأرباح بمعدل 20% خلال النصف الأول العام الحالي 2006 بالمقارنة مع النصف الأول العام الماضي، لكن الربع الثاني إذا افترضنا ثبات الأسعار على المستوى الربع الثاني 2006 أفضل نسبيا من الربع الأول 2006. يعني من الممكن بعد هذه النتائج أن يتحسن السوق أو يشهد بعض الانتعاش؟ نتمنى ذلك لا شك، لكن مثل ما أنت عارفة التطورات غير الاقتصادية قاعد تأخذ يعني جانب مهم في تفكير وخطط المتداولين، واللي يعني ما ممكن التنبؤ بتداعياتها، لكن الأمور الاقتصادية بشكل عام ممتازة يعني في الكويت ودول مجلس التعاون مثل ما أنت عارفة، لكن يعني يبقى موضوع خاصية الأمور السياسية في الكويت لأنها مكشوفة ومعلنة، فالبعض يعني يتخوف من تطوراتها مستقبلا، لكن أعتقد في نهاية المطاف يعني الأمور ربما تدعو للقلق لكن ليس بالدرجة اللي يظنها البعض. طب نلحظ منذ أيام سيد ناصر تركيز مكثف وانتقائية في شراء أسهم معينة بالسوق، هل هذه ظاهرة صحية؟ طبعا الانتقائية أمر مطلوب، لكن خاصة ببعض الشركات اللي لديها أعمال تشغيلية، لكن اللي لاحظناه في الآونة الأخيرة أن هناك يعني مجموعة استثمارية لديها أكثر من شركة مدرجة يكون عليها تداول محموم، يعني 20% من رأس مال شركة معينة يتداول في يوم واحد. طبعا هذا يعني مؤشر ملفت لأن هذا ما يعتبر تداول طبيعي اللي يتطلب يعني إفصاح من يعني من إدارة السوق عن سبب هذا التداول غير الطبيعي، لأن يعني المرجح أن كبار الملاك هم اللي وراء هذا التداول واللي أسفر عنه ونشر بعد في بعض الصحف لو أنه غير مؤكد انكشاف حساب أحد المجموعات الاستثمارية ب20 مليون دينار بعد تداولات 18/6 اللي كانت يعني ملفتة وتثير الريبة، يعني فتداولات الانتقائية مطلوبة بالنسبة للشركات الممتازة، لكن أيضا في تداولات تثير يعني الانتباه، لابد أن يعني تكون هناك تطمينات واضحة من إدارة السوق بأنها يعني طبيعية ولا توجد يعني تحركات يعني كبيرة في الملكيات ناتجة عنها. نعم سيد ناصر، كنت أتحدث منذ قليل مع ضيف من سوق أبوظبي وقال لي بأن أحجام التداولات وقيم التداولات المتدنية ربما تكون مؤشر جيد بأن حركة التصحيحية النزولية قد بدأت بالانحسار، هل توافق هذا الرأي؟ طبعا هو يعني إذا تلاحظين تداول يعني اليوم سوق الكويت الأوراق المالية أقل من المعدلات السابقة لأن في إحجام عن يعني عمليات البيع بأسعار منخفضة،
لأني أعتقد البعض أن هذه يعني أسعار غير عادلة، مفروض تكون أعلى، فيحجمون عن البيع. طبعا احنا نتكلم عن المستثمرين يعني المتوسطي وطويل الأجل، لكن صغار المستثمرين هم يتدافعون ويتسابقون نحو البيع في هذه اللحظات يعني، وهم أكبر الخاسرين في مثل هذه الظروف. لكن يعني عموما كل ما ترتفع الأسعار والمؤشرات يرتفع التداول، وكل ما تنخفض الأسعار والمؤشرات ينخفض التداول بالتبعية. لكن ما ممكن قياسها بشكل دقيق وبشكل علمي إلا لفترة طويلة نسبيا، ما ممكن تحديدها خلال يوم أو يومين. هل ممكن أن تذهب السيولة ربما إلى مصادر استثمارية أخرى؟ مثلا هنالك إمكانية لرفع أسعار الفائدة مع الفيدرالي الأمريكي في الكويت، ما مدى تأثيرها على سوق الأسهم برأيك إذا طبعا ما طبقت هذه رفع الفائدة؟ طبعا موضوع الفائدة والعائد على الودائع هو منافس تقليدي للعائد من الاستثمار في سوق الأوراق المالية في أي بلد من العالم. فاتجاه الفائدة في صعود، ولا شك أن يعني في مثل هالظروف هذه اللي فيها عدم وضوح في الرؤية وتدخل عدة عوامل وأكثرها غير اقتصادي في مجريات الأحداث في البورصة، تدفع البعض لي يعني سحب إن لم نقل كل بعض المدخرات وإيداعها في البنوك ريثما تتضح الصورة في البورصة. وطبعا البعض يعني عنده قنوات استثمارية خارج المنطقة، وطبعا هذا شيء طبيعي يعني أن تخرج الأموال وتدخل بحرية دون مساءلة ما دامت الأموال هذه يعني مشروعة، فحركة الأموال مفتوحة دخولا وخروجا. لكن ممكن ارتفاع سعر الفائدة من جانب، ومن جانب آخر عدم اتضاح الرؤية في أسواق المال يدعم توجه البعض في تحويل بعض أمواله من سوق الأسهم إلى أدوات استثمارية أقل مخاطرة والمتمثلة في الودائع. طب سيد ناصر لو سمحت بأقل من دقيقة، يعني السوق اليوم أغلق تحت حاجز 10,000 نقطة، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على نفسية المستثمرين؟ طبعا راح يكون لأثر نفسي بالغ وبالغ جدا على صغار المستثمرين، لكن سيكون ضرر أقل بالنسبة للمستثمرين متوسطي وطويل الأجل. فيعني هذا السوق لابد أن الكل يفهم مخاطره وسلبياته وإيجابياته ويتعامل معه على هالأساس، لا يعتقد أن السوق مأمون ودائما في الاتجاه التصاعدي. من الكويت السيد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمال للاستشارات الاقتصادية حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.